مشاريع قوانين الاتفاقيات الدولية الأربعة، مشروع قانون رقم 23/10، مشروع قانون رقم 31/10، مشروع قانون رقم 14/10، ومشروع قانون رقم 30/10. الكلمة في أول مشروع للسيدة الوزيرة لتقديم مشاريع القوانين الأربعة، فلتتفضل مشكورا. من فضلكم بربعة تقديم المشاريع أربعة. ألتمس من الأخوات والإخوة أن يكرمنا السيدة الوزيرة بالإنصات. السيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أقدم أمام مجلسكم الموقر أولا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مقدونيا. وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 11 مايو 2010 بالرباط، وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وتمثل هذه الضرائب جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤدات من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها. إذا سمحتم أقدم أيضا نفس الاتفاقية بنفس العناصر بالنسبة للاتفاقية التي وقعت بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، التي وقعت بالرباط في 22 يونيو 2010. أمر إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. هذا البنك أنشئ في 8 مايو 1993، ويهدف إلى تسهيل وتطوير وتنمية المبادلات التجارية البينية الإفريقية. ولهذا الغرض يقوم هذا البنك بالمهام التالية، أوجزها في 3 مهام رئيسية. أولاً، منح قروض مباشرة وغير مباشرة للمصدرين الأفارقة عن طريق المؤسسات المالية الإفريقية، تمويل التجارة بين الدول الإفريقية، وكذا القيام بدراسة جدوى اقتصادية ومنح مساعدات إضافية تهدف إلى تنمية التجارة الدولية لصالح الدول الإفريقية، وكذا إنعاش الصادرات الإفريقية. وآخر وظيفة مهمة تحسب لهذا البنك هي لعب دور الوسيط بين المصدرين والمستوردين الأفارقة، وذلك بمنح سندات قروض وسندات ضمان من أجل صفقات الاستيراد والتصدير. يشارك القطاع الخاص المغربي في رأس مال البنك الذي يسمى أفريسين بنك، ممثلاً من طرف البنك الشعبي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، والصندوق الوطني للقرض الفلاحي. بعد إذنكم السيد الرئيس، أقدم اتفاقية التي تروم إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني. هذه الاتفاقية التي وقعتها بلادنا بتاريخ 12 سبتمبر 2008، وتهدف هذه الآلية القانونية إلى تقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية، بهدف تعزيز خبرتها القانونية وكذا قدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية وباتفاقيات الاستثمار، وكذلك بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال. كما تهدف إلى حماية الدول الأقل خبرة من تدخل ما يسمى بالصناديق الانتهازية لي فون فوتور، وتقديم الخبرات اللازمة لفض النزاعات الناشئة ضد الدائنين. شكرا سيد الرئيس.
شكرا للسيدة الوزيرة المحترمة.